اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت، ابتدينا في الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس للفلو سيستم خلصناه، وابتدينا في الاوبن سيستم تمام، وقلنا ان الفرق ما بين اوبن سيستم وكلوز سيستم هو ماس كروسنج للباوندري اوف ذا سيستم، سواء كان دخول او خروج او الاثنين ايه مع بعض، حتى لو كان قيمه الدخول قد الخروج فده برضو لسه بعتبره ايه اوبن سيستم، وبتعامل معاه على كنترول فوليوم. المعادلات اللي هنستخدمها في الكونزرفيشن اوف انرجي لازم يبقى معاها معادلات تانية للكونتينيوتي ايكويشن او كونزرفيشن اوف ماس، اللي هي برضو ماس كان نايدر بي كرييتد نور ايه ديسترويد. وقلنا المعادله النهائيه ان سام اوف ذا ماس ان ايكوال سام اوف ذا ماس اوت بلس تشينج الايه ستورد ماس تمام، وده الكلام اللي احنا اثبتناه المحاضره اللي فاتت. يبقى لما بنتكلم على كونزنتريشن اوف ماس يبقى باخد المعادله دي توتال ماس ان بتساوي توتال ماس اوت بلس تشينج الماس اللي جوه، او بالريت يبقى ريت اوف ماس ان بتساوي ريت اوف ماس اوت بلس تشينج اوف ايه ريت اوف تشينج للستورد ماس. وقلنا ان في بعض الاسامبشنز لو طبقتها بوصل لمعادله بسميها اللي هو الماس فلو ريت كروسنج الباوندري، يعني معدل سيران الماس عند الباوندري سواء بالدخول او بالخروج. فلو طبقنا الاسامبشنز دي هقدر ان انا اقول ان الماس فلو ريت هتساوي الدنسيتي في الفيلوسيتي في الاريا، بس الفيلوسيتي دي لازم تكون بيربنديكولار على ايه على الاريا، وتكون يونيفورم ما تكونش متغيره مع الاريا. لو متغيره يبقى لازم اعمل ايه انتجريشن عشان اجيب الماس فلو ريت كروسنج لاي اريا عند الدخول او عند الخروج. هناخد شويه امثله كده بسيطه مع بعض. بقول لي انا عندي تانك 2.5 متر مكعب زي بالظبط التانك بتاع المايه اللي فوق البيت. بنقول ان هو ايه at the top of the building is used as a water supply to the flats. فده التانك اللي بيوصل مياه لكل الشقق اللي موجوده في البيت. وبعدين بيقول لي if the rate of water consumption by the flats is 1.5 meters cube per hour. ده معدل المياه اللي بيستهلكوها الشقق كلها في الساعه. And the water pump used to supply the water to the tank feeds the water at the rate of 10 meters cube per hour. يبقى البامب اللي انا اشتريتها بتديني flow rate 10 meters cube per hour. تمام؟ If the tank was initially empty. كان في الاول خالص كان ايه؟ فاضي. Calculate the time required to fill the tank. يعني سيادتك كده قاعد في بيت وبيقولوا عليك ان انت باشمهندس من هندسه القاهره، تعالى بقى يا باشمهندس ونبي اختار لي البامب عشان احنا محتاجين نركب سيستم في ليه في العماره، ترومبا مع تانك مع مش عارف ايه، البامب دي كفايه ولا مش كفايه؟ البامب دي هتغذي لي الشقق صح ولا مش صح؟ فالمثال ده بسيط يقدر يقول لك ايه؟ ازاي تختار البامب؟ لان البامب بتبقى حاجتين فلو ريت وهيد. هيد يعني بتطلع ارتفاع قد ايه، والفلو ريت اللي هو بيدوني قد ايه؟ اوكي؟ طيب هنا بنيجي نقول اول حاجه زي ما اتفقنا بنختار السيستم بتاعي ونشوف هل هو اوبن سيستم ولا كلوز سيستم. فبالنسبه لي التانك ده اقول عليه اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ اوبن سيستم. وبختار التانك نفسه وفي عندي انلت وفي عندي ايه اوتلت. اوكي طيب بنيجي نقول ان الانلت داخل عندي بالريت 1.5 meters cube per hour والاكزيت فلو ريت 1.5 متر كيو بر اور، يبقى ده الان وده الايه الاكزيت. انيشالي امتي يبقى معناها كام؟ الماس الانيشالي كان كام؟ زيرو. يبقى ام اي بزيرو او ام تايم زيرو بتساوي ايه؟ زيرو. اوكي؟ فيبقى انا الباوندري عندي هو التانك وده الماس ان فلو ريت والماس اوت فلو ريت تمام؟ وبنطبق الكونزرفيشن اوف ماس، بقول السام اوف ماس ان equals sum of mass out plus change of a stored mass اللي هو dm control volume by dt. هعوض بقى كل واحده هنا في المعادله واشوف هنا الماس ان اللي مدهوني الفوليوم فلو ريت عشان احول من فوليوم لماس بضرب في مين؟ في الدنسيتي. الدنسيتي ب 1000 يبقى جبت هنا التوتال ماس فلو ريت ان، ونفس الكلام بالنسبه للتوتال ماس فلو ريت اوت رو تايمز في دوت اكزيت تمام. ومن هنا جبت الان وجبت الاكزيت، وبعدين هعوض في المعادله
يبقى هنا MN equals M exit plus mass final minus mass initial على التايم. ده الريت اوف تشينج بتاع الماس ستورد جوه الايه؟ جوه السيستم. final minus initial على الايه؟ على التايم. initial بزيرو وفاينل بكام؟ ها؟ 2.5 لان التانك السايز بتاعه قد ايه؟ 2.5 متر مكعب. يبقى برضو اشوف الفوليوم فاينل اشوف الماس فاينل اضربه في الدنسيتي يبقى هنا اعوض في المعادله دي اوكي وهطلع من هنا الايه التوتال ماس سوري التوتال تايم ريكوايرد تو فيل ثينج طلعت 1000 ثانيه وشويه يعني دي حوالي بالدقيقه 17 دقيقه 39 ثانيه. طيب يبقى نيجي بقى انا كمهندس وافكر عايز اصغر التايم ده هعمل ايه؟ اجيب ترومبا ايه؟ ها؟ اكبر شويه بدل ما تديني 10 تديني 20 يبقى التايم ده هيقل مثلا للنص. اوكي؟ لو عايز اكبر التايم يبقى اجيب ترومبا ايه؟ اصغر شويه. طب اختياري برضو ما هو تكلفه اتس كوست. كل ما الترومبا كبرت كل ما التكلفه ايه؟ زادت. طبعا كمهندس لما نيجي نقول ايه؟ معدل الايه؟ الاون اوف بتاع البامب ما انا ممكن اجيب بامب كبيره جدا جدا وتملى لي التانك ده في 10 ثواني. بس هل ده فيزيبل؟ يعني ان انا اجيب حاجه كبيره قوي وابتدي اعمل ايه؟ الترومبا عماله تفصل وتشتغل تفصل وتشتغل كل 5 ثواني؟ طبعا ما ينفعش الكلام ده زي بالظبط الاير كونديشننج سيستم اللي عندكم. لما بنيجي نظبط التمبتشر كنترول بتاعها لازم يكون في رينج اوف كنترول. ما ينفعش اقول ان انا اظبط مثلا عند 20 يبقى لما توصل 20 تفصل ولما تبقى 19.9 ايه تشتغل. ده معناه ان السيستم بتاعي يفضل يعمل ايه؟ اون اوف بالطريقه دي. فبرضه لازم اديله رينج اللي هو يشتغل فيه اون ورينج اللي هو يشتغل فيه اوف. فده المثال بسيط بيقول لي ازاي ان انا احسب الكلام ده. مثال تاني بيقول لي one of the methods used to measure the flow rate in a pipeline. يعني انا لو عندي ماسوره مثلا بترول، ماسوره غاز، ماسوره ميه، ماسوره حاجه كده، ازاي ان انا اقدر اقيس الفلو ريت جوه الماسوره؟ اقدر اقيس الفلو ريت لو انا عرفت الفلوستي. لان الفلو ريت بيساوي دنستي تايمز فلوستي تايمز ايه؟ تايمز اريا. فهنا بيقول لي ان انا تو ميجر ذا فلوستي اف ذا ميجر مين فلوستي اوف ذا فلو في 10 سنتيمتر ديامتر بايب 15 متر بير سكند. يبقى انا عرفت الديامتر من الديامتر اقدر اعرف الاريا ومديني الفلوستي 15 متر بير سكند. كالكوليت ذا ماس فلو ريت اوف اير يبقى الفلويد عندي مين؟ اير. خلاص؟ زي ما بنقول كده السيكونس بتاع الحل دايما اعرف نوع الفلويد اعرف السيستم اشوف الايكويشنز اللي انا هطبقها على السيستم ده حسب الريكوايرمنتس بتاعتي. هنا بعد كده بيقول لي ايه؟ consider the air pressure 1.5 bar and temperature 25 degrees Celsius. طب هو مديني البريشر والتمبتشر ليه؟ عشان اجيب مين؟ سوري؟ تمام بي في ايكوالز ام ار تي ومنها اطلع الدنستي. لو انا قلت بي في سمول في الار تي يبقى 1 اوفر دنستي تمام مضروب في البي بتساوي ار تي او الدنستي بتساوي بي اوفر ار تي. يبقى من هنا اقدر اجيب الدنستي. طب لو كانت ميه اروح لمين؟ للتيبل اجيب الايه؟ الدنسي بتاعته عند بريشر عالي او نورمالي باخدها مثلا 1000 لو كان ليكويد تاني على حسب التيبلز بتاعته. يبقى هنا هنمشي واحده واحده الماس ريت از كالكوليتد من المعادله دي وبعدين بقول الاير دنسي بتساوي 1 اوفر سبيسيفيك فوليوم اللي هي بتساوي بي اوفر ار تي. انا جيفن عندي البي وعندي الار بتاعت الاير او اجيب الار بتاعت الاير اللي هي يونيفرسال جاس كونستنت على الموليكولار ويت بتاع الاير. تمام؟ يبقى هنا ادي البريشر وادي التمبتشر بكلفن ودي الدنستي طلعت عندي 1.754. تمام؟ اخد الدنستي دي اضربها في الفلوستي اللي مديهاني في الاريا بتاعت البايب اللي هي باي اوفر 4 دي سكوير. تمام؟ يبقى الاريا باي اوفر 4 دي سكوير ومن هنا طلعت الماس فلوريت. تمام؟ طبعا ماس فلوريت المفروض يطلع لي كيلو جرامز بير سكند. برضه هنا في يونتس كونفرجن ولا اي حاجه ببتدي ان انا ايه اشوف اتعامل مع اليونتس ازاي وابتدي ان انا
في النهايه لازم الماسل ريت تطلع لي كيلو جرام بير سكند. هنا كيلو جرام بير متر كيوب، في متر بير سكند في متر سكوير، يبقى المتر كيوب كانسل مع المتر في المتر سكوير يطلع لي كيلو جرام بير سكند، يبقى انا الحل بتاعي مظبوط. طيب نيجي بقى خلصنا conservation of mass equation، عايزين بقى conservation of energy اللي هو الفيرست لو. تمام، ناخد بقى كده مع بعض واحده واحده ونفهمها عشان نفهم احنا وصلنا للمعادله ازاي. هعتبر ان انا عندي سيستم بنفس الطريقه، في ماس هتدخل السيستم وفي ماس هتخرج من السيستم زي اللي عملناه قبل كده. طيب هنا بنتكلم على انرجي، يبقى هقول الماس اللي هتدخل السيستم ايه الانرجيز او البروبرتيز بتاعتها، عندها بريشر وتمبرتشر. اتفضل. بريشر وتمبرتشر وانثالبي وكاينيتيك انرجي او فيلوسيتي وبوتنشال انرجي، يبقى دي البروبرتيز بتاعت الايه؟ الماس اللي هتدخل. وهنا هعتبر ان انا عندي في كيو داخله السيستم خلال الفترة بتاعت البروسيس، تمام؟ وفي ورك هيخرج من السيستم خلال الفترة بتاعت الايه؟ البروسيس. وعندي الماس اكزيت برضو ليها الكونديشنز بريشر تمبرتشر انثالبي فيلوسيتي وبعدين هيد. انسايد ذا سيستم هل هنيجي نقول انا في عندي انثالبي جوه السيستم؟ امال ايه اللي جوه السيستم؟ انترنال انرجي. يبقى جوه السيستم بتعامل ب internal energy، اللي داخل او اللي خارج بتعامل بمين؟ انثالبي. ما ننساش الكلام ده. يبقى اي open system اي mass in او mass out classified ب enthalpy، لكن الماس اللي جوه السيستم بالايه؟ بال internal energy. طيب السيستم نفسه ليه velocity بيتحرك زي العربيه مثلا، يبقى هو نفسه ليه فيلوستي وهو نفسه ليه هيد، غير دول، غير الدخول والايه والخروج. يبقى احنا كده صنفنا كل انواع الانرجيز اللي موجوده. نرجع تاني لبدايه الديريفيشن بتاعت الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، قلنا احنا اخترنا ثلاثه بس في الشغل بتاع ميكانيكال انجينيرنج، لكن هل ممكن يبقى في حاجه تانيه زياده هنا او هنا؟ اه ممكن، اي حاجه، كيميكال انرجي، في لايت انرجي، نيوكلير انرجي، اي نوع من انواع الانرجي ده بيتحط في الرايت هاند سايد اوف ذا ايكويشن. خلاص؟ طيب نرجع المعادله الاصليه اللي احنا فاكرينها اللي احنا قلنا ايه؟ سم اوف انرجي ان ها سم اوف انرجي اوت بلس تشينج اوف ستورد انرجي. يبقى نيجي نطبق المعادله دي ونقول ايه هي بقى الانرجي ان وايه هي الانرجي اوت وايه هي التشينج اوف ستورد انرجي مع بعض كده. ايه هي الانرجي ان؟ ها؟ انرجي ان جايه مع دي، صح؟ اللي هي انثالبي، كانيتيك انرجي، بوتنشال انرجي، صح؟ يبقى السبيسيفيك انثالبي في الماس بتاعتها، سبيسيفيك كانيتيك انرجي في الماس بتاعتها، سبيسيفيك ايه؟ بوتنشال انرجي في الماس بتاعتها. يبقى ده التوتال انرجي ان بلس. في ايه تاني دخل قدامنا؟ ايه اللي دخل قدامنا هنا؟ كيو، يبقى بلس كيو. تمام؟ انرجي اوت هي عباره عن ايه؟ ها؟ معايا يا شباب؟ نفس الكلام، الماس اكزيت في الانثالبي، كانيتيك انرجي، بوتنشال انرجي. وفي ايه تاني خرج؟ الورك. تمام؟ طبعا هنا حد يقول طب اشمعنى اخترنا الكيو داخله والورك طالع؟ اخترناها بالبوزيتيف ساين بتاعتها، يعني الكيو بوزيتيف بتبقى داخله، الورك بوزيتيف يبقى ايه؟ خارج. يبقى ده ان واوت. فين بقى التشينج اوف ستورد انرجي؟ اللي جوه. انرجي فاينل ماينس ايه؟ انرجي انيشال. يعني الماس فاينل في الانترنال انرجي سبيسيفيك، في كانيتيك انرجي، بوتنشال انرجي. ذا سيم ماس انيشال، انترنال، كانيتيك، بوتنشال. احط الكلام ده كله في معادله ونشوف هنوصل لايه. في اي حد مشكله في الموضوع ده؟ مش فاهمه ليه بفهم الفيلوسيتي اكتر سيستم، يعني لو عربيه ماشيه ليه اسرع؟ ما هو انت العربيه ماشيه وهي ماشيه، تمام؟
في ماس ان اللي هو الهواء والفيول، وفي ماس اوت اللي هو اكزوست، صح؟ كل واحد منهم داخل بالكينيتيك انرجي بتاعته هو، مظبوط، وخارج بالكينيتيك انرجي بتاعته هو. العربيه ككل تتحرك وما تتحركش، يبقى برضو فيها ايه؟ كينيتيك انرجي. انا بتكلم اوفرول الاول، سيبك بيتاثر ازاي وبتعمل ازاي، احنا عايزين نفهم الاول ازاي بختار الانرجي وبحطها في المعادله، وبعدين تاثير ومش تاثير دي بقى نشوف كل سيستم، هنشتغل في سيستمز كتير ونتعلم كل واحده ماشيه ازاي. اوكي، طيب يبقى هنا هناخد sum of energy in، يبقى زي ما اتفقنا q plus mass in times the specific property اللي هو enthalpy kinetic energy potential energy. انا هنا فكيتها بس الاثنين عشان هقول لكم ليه بعد كده احنا فكيناها، بس هنرجع تاني نركبها مع بعض اللي هو ده term بتاع الانثالبي. اوكي، بعد كده sum of input energy خدنا ده حولناه لايه؟ للانثالبي وكينيتيك وبوتنشال. نحط بقى الايه؟ energy out بنفس الكلام، الورك بلس ماس اكزيت تايمز نفس الكلام، ونحول ده للانثالبي، يبقى ده التوتال اكزيت ايه؟ انرجي، مظبوط. اللي فاضل عندي اللي هو الترم الاخير اللي هو التشينج اوف ستورد انرجي، the change of stored energy initial sorry final minus initial. final اللي هو الماس final في التوتال انرجي بتاعته، ماس initial في التوتال انرجي بتاعته. خلاص كده ما عملناش حاجه جديده، نحط الكلام ده كله بقى في المعادله. وصلنا للمعادله دي، تمام؟ يبقى المعادله دي بتحط لي n equals out plus change. نبتدي بقى نوضب المعادله شويه عشان نوصل لايه؟ final form في كذا حاله. ادي المعادله اهي في الصوره الجنرال فورم اللي هي خدت الورك من الناحيه الثانيه وحطيته هنا، وحطيت كل حاجه الايه على الرايت هاند سايد اوف ذا ايكويشن، تديني كيو ماينس دبليو بتساوي الكلام ده. اوكي، يبقى هنا لو انا حتى بصيت للايكويشن دي وقلت هل من دي ممكن اوصل للكلوز سيستم؟ اه ممكن، على اعتبار ان مفيش ايه ان واكزيت، يبقى التو تيرمز دول بزيرو، يبقى وصلنا لمين؟ ال Q minus W بتساوي ال change of stored energy. As simple as this. يبقى انا هنا ده اللي هو الايه؟ ال final form of our او general form of ايه؟ the first law of thermodynamics. لو عايز احطها في rate equation اقسم على time. تمام؟ يبقى لو قسمت على time دي هتبقى دلتا Q by دلتا T، وده هيديني Q dot، ده هيديني W dot، ده هيديني M dot. هنا هتديني ام دوت، هنا هتديني دي ام كنترول فاليوم باي دي تي لو انا خدت الاثنين دول ايه مع بعض. لسه هنكمل بعد كده. يبقى هناخد ليميت الكلام ده لما دلتا تي تندس تو زيرو. كان في حد سالني المحاضره اللي فاتت على يعني ايه ليميت لما دلتا تي تندس تو زيرو او حاجه زي كده. لو انا عندي اي كيرف موجود عندي ممكن امثله بمجموعه من النقط حاجه زي كده، واجي اقول كل النقطه دي عباره عن ريكتانجل بالشكل ده. طبعا الناس الشطار في الماثيماتكس عارفين الكلام ده، تمام؟ هي دي الدلتا تي او الانكريمنت بتاع الاكسس ده. لو الاكسس ده تايم يبقى دلتا تي، لو الاكسس ده اي حاجه يبقى دي الدلتا اللي احنا بنتكلم عليها او الدلتا الصغيره دي. لو عايز امثل الكيرف صح يبقى انا محتاج انفينيت نمبر اوف بوينتس، عدد لا نهائي من ايه؟ من نقط. انفينيت معناها لما ايه؟ لما دلتا تي تندس تو كام؟ تو زيرو. فده المعنى بتاع ان انا بقول ايه؟ ليميت لما ده تندس تو زيرو، كاني بالظبط بجيب ايه؟ سموث كيرف، او بغطي الكيرف ككل مش مجموعه من الكلام ده، لان ممكن الكلام ده نخسر فيه بعض الارياز اللي موجوده وتبقى الفاينل انتجريشن مش مظبوط. طيب نرجع هنا نكمل. فهنا الترم ده اللي هو التوتال انرجي او الريت اوف انرجي ستورد ممكن امثلها بترم صغير كده اسميه دي اي كنترول فوليوم باي دي تي، يبقى ده التشينج اوف ايه؟ اوف
ستور ذا انرجي وبعد كده احط الكلام ده في المعادله يبقى هتديني كي دوت ماينس دبليو دوت سم ام دوت اكزيت تايمز الانرجي بتاعتها ماينس سم ام دوت انليت في الانرجي بتاعتها بلس تشينج اوف ستور ذا انرجي. ناخد بالنا تطبيق المعادله مهم جدا. هدي لكم مثال بسيط كده ومع بعض كده تقولوا لي هنطبق المعادله ازاي على المثال ده. لو انا قلت ان جنرال في عندي سيستم بالشكل ده داخل له 1 2 3 خارج منه 4 5 عايزين بقى نطبق المعادله دي نقول ايه؟ ها؟ وفي كيو ضاء يعني كيو ودبل بتساوي ايه؟ ها؟ حد يقول لي؟ جماعه ترجموا المعادله هنا حاجه بسيطه فين الاكزيت؟ 4 و5 تمام؟ يبقى هنقول ايه؟ ام دوت 4 صح؟ مضروب في مين؟ الاتش بلس في سكوير اوفر 2 بلس جي زد عندي مين؟ 4 صح كده؟ بلس مين؟ ام دوت 5 اتش بلس في سكوير اوفر 2 بلس جي زد عندي كام؟ عندي 5 ماينس ها؟ m.1 كلام ده ماينس m.2 كلام ده ماينس m.3 كلام ده. انا ليه حبيت نتكلم مع بعض هنا؟ لان في بعض الاخطاء يقول لك ايه؟ sum يبقى اقول m.4 plus m.5 مضروبه في مش عارف ايه. غلط. ليه؟ لان 4 ليها properties و5 ليها ايه؟ properties ما ينفعش يجمعهم مع بعض. السم هنا اللي موجوده في الايكويشن معناها سم اوف ذيس تيرم مش السم بتاع الام دوت يعني سم بتاع ده كله لو انا عندي 3 4 5 10 اكزيت فبحطهم ايه جنب بعض ونفس الكلام بتاع الايه بتاع الانلت واضح الكلام ده يبقى هنا دي بقول انها this is general equation for the first law of thermodynamics rate equation والمعادله اللي كانت قبل كده اللي هي general equation اللي هي دي over time مش rate يبقى لو انا عندي حاجه بالتوتال استخدم المعادله دي لو حاجه بالريت استخدم المعادله الايه؟ الثانيه. اوكي؟ طيب وزي ما قلنا لو انا حبيت اطبق دي على كلوز سيستم يبقى اشيل مين؟ اشيل ده واشيل مين؟ ده لان ده ماس ان او ماس اكزيت وده ماس انلت لكن مفيش ماس ان وماس اكزيت في الكلوز سيستم يبقى هرجع تاني للمعادله اللي احنا كتبناها في الكلوز سيستم اللي هي كي دوت ماينس دبليو دوت بتساوي ريت اوف تشينج اوف انرجي انسايد ذا كنترول فوليوم. طيب لغايه هنا جميل جدا تمام؟ وعايزين قبل ما نبتدي بقى الابلكيشنز عايزين نشوف هل احنا فعلا مستوعبين دلوقتي الكونزرفيشن اوف انرجي المعادله دي زي ما قلنا جبناها من المعادله الاصليه اللي هو سم اوف انرجي ان بتساوي سم اوف انرجي اوت بلس تشينج اوف ايه ستورد انرجي يعني انت لو عندك اكسبيرينس كويسه ممكن تستخدم المعادله دي وما تستخدمش الايه الفورما الكبيره المكلكعه دي واضح طيب عندنا شويه امثله كتير بقى في الميكانيكال انجينيرنج هنحاول نشوف التطبيقات عليها وبنيجي نقول ايه؟ السيستم اللي في حياتنا الطبيعيه معظمها ستيدي ستيت يعني ايه كلمه ستيدي ستيت؟ حد يقول لي؟ ما بتتغيرش مع مين؟ مع التايم طب ازاي اقول ده ستيدي ستيت ومش ستيدي ستيت؟ لو انا بصيت على السيستم وحطيت ايدي او صباعي على اي نقطه في السيستم اي نقطه وقست البروبرتيز بتاعتها عند النقطه دي الاقيها ما بتتغيرش مع التايم عند النقطه دي ما بتتغيرش مع التايم عند النقطه دي ما بتتغيرش مع التايم لكن هنا ممكن تختلف عن هنا يعني نقطه واحد غير نقطه ثلاثه هنا ثابته مع التايم لكن مش بتساوي واحد واضح الكلام ده يبقى معنى كلمه انها ستيدي يبقى معناها انها ما بتتغيرش مع مين مع التايم اتفضل
بالظبط. يعني طول ما انت حاطط صباعك على نقطة او اي نقطة في السيستم وشايف ان البروبرتيز do not change، يبقى السيستم ده steady state. خلاص؟ يبقى دي حاجة اساسية هنبتدي نتكلم عليها ونفرق بينها وبين بعد كده ال unsteady state. يعني مثلا unsteady زي ايه؟ تانك بملا مية، هل ده يعتبر steady؟ ليه؟ لانه متغير. initially كان كذا وفاينالي بقى كذا. حاجة بسخنها درجة حرارتها initial غير درجة حرارتها ايه؟ final. تمام؟ يبقى سواء كان الماس بتتغير او البروبرتي بتتغير يبقى الايه؟ السيستم ده بسميه unsteady وليه معادلات تانية. يبقى بعد كده هنقسم السيستمز لنوعين، نوع steady state او steady ونوع تاني unsteady، وهنتكلم عليهم بالتفصيل الممل في المحاضرات بتاعتنا. فهنا بنقول application of the first law of thermodynamics في the steady conditions، و the first one is simplified by the assumption of بنسميه بقى steady state، وبنضيف عليه حاجة تانية steady flow process SSSF اللي هو الفلو ثابت والستيت ثابتة. المثل اللي انا قلت الفلو متغير ان انا بتكلم على ايه؟ على تانك وبملى وبفضي، ممكن وانا بملى الريت بتاع الدخول بيتغير مع الزمن او الريت بتاع الخروج بيتغير مع الزمن، فده بيعتبر unsteady. لكن لو هو steady state steady flow يبقى الفلو ريت ما بيتغيرش مع مين؟ مع الزمن. اتفضل. لا لا لا، سيبك من turbulent ولامينر، turbulent ولامينر دي حاجة تانية. ممكن يكون steady وturbulent وunsteady وturbulent، وsteady ولامينر وunsteady ولامينر، الاثنين دول مش مرتبطين ببعض، دي حاجة ودي حاجة تانية. واضحة؟ يبقى هنا هنطبق أول condition عندي، وده وارد عندي كتير قوي في الطبيعة، مثلا العربية الطيارة وهي ماشية على الطريق عادي ما بتتغيرش السرعات بتاعتها، فاضل قلنا steady state steady flow. الطيارة نفس الكلام steady state steady flow، بامب شغالة بمعدل ثابت يبقى برضه steady state steady flow، وهنشوف بقى الأمثلة التانية بتاع unsteady. والسكند اللي هو ايه بسميه unsteady أو سميناه uniform state uniform flow process، بس هنتكلم عليه بالconditions بتاعته بالتفصيل بعد ما نخلص دوت ونقتله بأحسن. تمام؟ يبقى ال first law of thermodynamics equation لو كان عندي steady state steady flow هنطبق عليها بعض الاسامبشنز ونوصل لصوره معينه. ايه هي الاسامبشنز؟ بنقول هنا ميني ابلكيشن بيد السي فلو بروسيس زي البويلرز البامبس التربينز الكمبريسورز اتسترا، اند ذيس ار بيزك اسامبشنز فور ذا سيتي ستيت سيتي فلو. اول اسامبشن بيقول ايه؟ نسمعه كده او نقراه مع بعض. ذا سيستم داز نوت موف ريليتيف تو ذا كوردينيت فريم. ايه بقى الكلام ده؟ لو انا بتكلم على العربيه وحطيت الكورنت بتاعتي بره العربيه يبقى ممكن العربيه ديت متغيره لانها بتتغير البوزيشن بتاعها، لكن لو حطيت الاكسيز او الكورنت بتاعتي جوه العربيه يبقى ده ممكن ابتدي ايه اتكلم او اتعامل معاه كستدي ستيت ستيت فلو. يبقى ده اول اسامبشن. ثاني اسامبشن ان الستيت اوف ذا ماس انسايد ذا كنترول فوليوم داز نوت فاري ويز تايم. ده اللي انا قلته، صباعي عند اي نقطة في السيستم ما بيتغيرش مع الزمن. يبقى جوه وعند الدخول وعند مين؟ وعند الخروج. يبقى هنا state of the mass crossing the boundary سواء crossing in او crossing ايه؟ out. عاوز تدخل؟ هنا دي ثالث assumption. رابع assumption وهو الأخير rate of heat and work do not vary with time. يعني ال Q وال W ثابتين ما بيتغيروش مع الزمن، الريت بتاعهم ايه؟ ثابت. زي السخان الكهرباء مثلا انا بقول ان هو 1 كيلو وات يبقى هو شغال 1 كيلو وات على طول ما بيتغيرش مع الزمن. تمام؟ وهكذا. يبقى دول الاربع assumptions. طبعا زي ما قلنا ان انا ما بحبكش تحفظ حاجه، فلو انت عايز تحفظ الاسامبشن دي احفظهم بطريقتك، ولما اسالك عليهم برضو ترد عليهم بطريقتك، مفيش مشكله ان انت اي وردنج تكتبه اتس اوكي، لكن عايز تحفظ ده اوكي. بس ده الاسامبشنز الاساسيه عشان اطبق الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس فور ستيدي ستيت ستيدي فلو بروسيس. هو ايه لازمه الاسامبشن الرابع؟ مش هو معتمد على الدرجه
لا 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 الريت احنا بنعتبر دول مش بروبرتي صح. الكيو والدبليو هي كروسنج الباوندري، عشان كده ما بقولش كيو ات ستيت 1 او كيو ات ذا انترنس او كيو ات ذا اكزيت، هي كيو للبروسيس. واضحه؟ لا لا مش طبيعي، ما احنا بقى الامثله هتعرفك. انا ممكن يكون كيو دبليو ثابتين لكن البروبرتس بتتغير، او البروبرتس بتتغير والكيو دبليو ثابتين. اي واحد من دول مش ساتسفايد يبقى انستيدي على طول، يبقى لازم ايه اخدهم كلهم الاربعه مع بعض. طيب زي ما احنا اتعلمنا في الماثيماتكس لما يكون عندي اسامبشنز برجع للمعادله الاصليه واطبق الاسامبشنز دي على الايه المعادله واشوف ايه اللي هنوصل هنا. سوري يبقى هنا اول حاجه دي from the first assumption the system does not move relative to the current frame، يبقى الكورنت فريم should be دايما جوه الايه attached للسيستم. يبقى لما اختار سيستم احط الكوردينت جوه الايه سيستم. طياره يبقى حاطط ايه الكوردينت جوه الطياره. تمام. تاني assumption اللي هو the state of the mass inside the control volume does not vary with time. حد بقى يترجم لي الحته دي على الايكويشن state of the mass ها not change with time. يبقى الترم الاخير اللي في المعادله هيساوي كام؟ زيرو. برافو عليك. لانه طالما ما بيتغيرش مع التايم يبقى دي اي كنترول فوليوم باي دي تي زيرو. يبقى الكونديشنز جوه ما بتتغيرش مع الايه؟ مع التايم. يبقى الترم ده بزيرو. يبقى دي اول حاجه. وطبعا برضو الماس لان لازم نتكلم على معادلتين كونتينيوتي وكونزرفيشن اوف انرجي. فبالنسبه للكونتينيوتي يبقى دي ام كنترول فوليوم باي دي تي بزيرو، وبالنسبه للكونزرفيشن اوف انرجي دي اي كنترول فوليوم باي دي تي ايكوال زيرو. يبقى ده الاسامبشن الايه الثاني. يبقى الكونتينيوتي ايكويشن اتحولت ببساطه سم اوف ذا توتال ماس ان ايكوال سم اوف ذا توتال ماس اوت، ريت اوف ماس ان ايكوالز ريت اوف ماس اوت. لو طبقنا الكلام ده على هنا وقلنا ده ستيدي 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 فلو هكتب ايه هنا بقى؟ لو قلنا ان ده ستيدي ستيت ستيدي فلو بروسيس اكتب ايه؟ ها؟ ملوني. ايه هما الماس ان والماس اوت؟ هنا هنا. ها؟ ام دوت 1 بلس ام دوت 2 بلس ايكوالز ام دوت 4 بلس ام دوت 5. واضحه؟ طيب نكمل. يبقى هنا الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس هنشيل بقى الترم الاخير، هيتفضل عندي كيو ماينس دبليو ايكوالز ده ماينس ده. يبقى الترم الاخير ايه؟ شلناه تماما بقى بزيرو صح؟ طيب نكمل بقى الاسامبشن اللي بعد كده. الثيرد اسامبشن بيقول لي ايه؟ ان انا عندي من المعادله از ابليكابل تمام؟ ات اني تايم وير ذا ريت اوف تشينج ار كونستنت. يبقى هنا لو طبقت المعادله دي يبقى ده برضه ايه ابليكابل تمام. ان انا عندي الكونديشنز بتاعتي عند الدخول وعند الخروج do not change with time. يبقى هنا الكونديشنز دي ثابته والكونديشنز دي ايه ثابته. طبعا دي مختلفه عن دي، يعني بمعنى اخر هنا البريشر والتمبرتشر والكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي do not vary with time، هنا برضه do not vary with time، ونفس الكلام هنا تمام. لكن واحد مختلف عن اثنين عن ثلاثه عن اربعه عن ايه عن خمسة. نعم. التاني والتالت تمام. هي على فكرة السؤال ده هي كانت سألته قبل كده. احنا قلنا التاني بيتكلم على ايه؟ الكونديشنز جوه السيستم. هنا. الماس انسايد ذا سيستم البروسيس دو نوت فاري ويز تايم. يبقى اي بروبرتي هنا ما بتتغيرش مع التايم. التالت البروبرتيز دي do not vary with time. واضحه؟ ده الفرق بين التاني والايه والتالت. كويس. دي نقطة مهمة جدا، هل لو الماس ان بتساوي الماس اوت اعتبره كلوز سيستم؟ ها؟ لان انت الماس ان والماس اوت لما بيساووا بعض ده مش معناه ان الماس جوه كونستنت.
لان نوع الماس اختلف. اي نعم ماثيماتيكالي كونست، لكن حقيقي تلاقي مثلا لو اتكلمنا مثلا على سبيل السخان مثلا، ميه بارده بتدخل وميه سخنه بتخرج، هنا قد دي، لكن ده مش كلوسس. واضحه؟ لان انت لما تيجي تطبقي المعادله دي لازم تاخدي في الاعتبار الان بكام والاوت بكام. وده اللي انا قلته دايما، كلمه كروسنج الباوندري سواء ان او اوت، متساويين او غير متساويين، بعتبر اوبن سيستم. يبقى دي المعادله هنا. In many applications the system has only a one inlet and one exit. يعني انا لو خليت السيستم ده بقى عندي بس كده وطبقت ده، يبقى معنى كده ايه؟ M.1 بتساوي M.5. ولو طبقت الفيرست لو هنا يبقى خلاص ما فيش عندي لا ده ولا ده، ودي بتساوي دي، يبقى ممكن اخد M. common factor واحط كل ده جوه الايه؟ المعادله. وده فعلا الحقيقي في معظم السيستمز، بامب، تربينه، الحاجات دي كلها بيبقى الماس اللي داخل بيساوي الماس الايه؟ اللي خارج. يبقى انا بتكلم على كونستنت ماس داخله ونفسها هي اللي خارجه، يبقى بالتالي ممكن اخلي الكونتينيوتي ايكويشن سم بيساوي سم بيساوي جاست ماس فلوريت واحد بس. والانرجي نفس الكلام، هقول هنا الانرجي ايكويشن خدت الام دوت كومن فاكتور، ويبقى اتفضل هنا السبيسيفيك ماينس ايه؟ السبيسيفيك. وبالتالي اقدر اقول ايه؟ اتش اكزيت ماينس اتش انلت هاف في اكزيت سكوير ماينس هاف في انلت سكوير جي زد اكزيت ماينس جي زد انلت. ودي يبقى الايه؟ الفاينل فورم بتاعت السبيشال كيس اللي هي دي، لما يكون عندي بس واحد داخل واحد ايه؟ خارج. تمام؟ يبقى ممكن المعادلة تبقى بالايه؟ بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. اوكي؟ لو انا قسمت المعادلة دي على الماس فلو ريت، يبقى هحول هنا المعادلة ديت من كيو دوت لكيو، دبليو دوت لدبليو، وشلت الماس فلو ريت، هيتفضل عندي الترم ده والترم ده، هعمل سمبليفيكيشن تاني، يبقى كيو ماينس دبليو يساوي دلتا اتش بلس تشينج كينيتيك بلس تشينج بوتنشال انرجي. واضحة؟ طيب مع بعض كده ناخد شوية أمثلة، مش هنهتم ان هو بس ماثيماتيكالي او ان انا بكتب الايكويشن، عايزين نفهم كل مثال في الطبيعه ايه الفانكشن بتاعته. الترومبات او البامبس، البامب ايه وظيفتها يا شباب؟ نتكلم بامب ان جنرال بقى، مش ميه بس، ممكن بامب الايه؟ لاويل، بامب لاي حاجه ليكويد. تمام؟ تعمل ايه؟ بتديني هما حاجتين، الفانكشن بتاعت البامب حاجتين، بريشر وفلو ريت. بريشر وايه؟ وفلو ريت. لو انت ضحيت بالبريشر في سبيل تاخد فلو ريت قليل سوري كتير، فانت معنى كده ان انت بدل ما تستخدم الترومبه دي تطلع مبنى ارتفاعه مثلا 10 ولا 20 دور، لا تستخدمه انها تمشي مسافه مثلا كيلو. واضحه؟ يبقى الفلو ريت ساعتها ممكن يبقى اكتر بالنسبة للي الكلام ده. طبعا كيلو والحتت دي هندخل في قصة تانية في الفريكشن لوسز، انا بتكلم لو ما كانش فيه فريكشن خالص. يبقى انت لو البريشر عندك مش هو الهدف، يبقى ممكن تشتري بامب ما تدينيش بريشر عالي لكن تديني فلو ريت ايه؟ عالي. والعكس لو البريشر او الهيد يهمك، يعني انت عندك مبنى ارتفاعه عالي قوي وعايز فلو ريت معين، يبقى لازم تهتم بالبريشر، تهتم بالترومبه دي تديني ضغط يرفع لي المسافه دي بكميه الفلوريد ده. عشان كده دايما بيكون في بقى ايه؟ كيرف كده للاختيار للبمبات. الكيرف ده بيديني ديسشارج مع الهيد، الكيو فيرسس اتش، كيو اتش دايجرام، ومنه تقول الله انا عايز تشارج كذا، الكيرف بتاعي كذا، هطلع هنا يبقى اديني الهيد ده، الهيد ده ينفعني ولا ما ينفعنيش؟ لا ما ينفعنيش، يبقى اختار ترومبه ثانيه. يبقى انا لازم ابص على الكيرف، ما اروحش مثلا راجل ايه السوق واجي اقول له اديني ترومبه حصان ولا نص حصان ولا اتنين حصان. طب انت عايز ايه؟ انت بقى بقيت مهندس. مظبوط؟ طالما انت سيادتك مهندس
لازم تتكلم بلغة الايه؟ الهندسة. انا احتياجاتي ايه في البيت، او احتياجاتي ايه في المصنع، او احتياجاتي ايه في الشركة، او احتياجاتي ايه في البايب لاين. اشوف الاحتياجات، ديستشارج قد ايه، وبريشر قد ايه، او هيد قد ايه. يبقى اروح للكيرف ده اقول انا عايز الهيد الفلاني، يبقى اديني الكيو الفلانية. هل ده ينفعني؟ اختار الترومبة دي. ما ينفعنيش، لا اختار ترومبة تانية. واضح يا شباب؟ طب الترومبات محتاجة حاجة تلففها. يعني ايه بامب؟ اللي هو الجزء ده، هو ده البامب، ليها دخول وليها ايه؟ خروج. تمام؟ طب ايه ده؟ ده الماتور الكهرباء. في ناس دايما تلاقي تقول لك هو دي ترومبة. لا، دي مش ترومبة، ده موتور الكهرباء اللي بيدور دي. طب ممكن اشيل دي واشغلها بحاجه ثانيه؟ اه ممكن. ممكن اركب محرك ديزل، اي حاجه ممكن، يدوي حتى. مظبوط. يبقى اذا الترومبه حاجه والدرايفر بتاعها حاجه ثانيه. الدرايفر ده ممكن يكون موتور كهرباء، موتور بنزين، موتور ديزل، اي حاجه تدور لي ليه الكلام ده. حتى احنا دلوقتي بنفكر من ضمن الحاجات اللي نفسنا نعملها ان انا نحاول نحول كل الترمبات الزراعيه تشتغل بالطاقه الشمسيه، بحيث انها تاخد الشمس على موتور كهرباء وتبتدي انها ايه تعمل الكلام ده. لان انت لو حضرتك درست في مصر في الدلتا كميه الباور المستهلكه للزراعه او للري كميه كبيره جدا. هتبص لها في كل غيط في ترمبه 2 3 عمالين ايه يشتغلوا، يجيبوا من الترعه ويروا ليه؟ ويروا الغيط. فانت لو انت بدلت النظام ده بنظام سولار سيستم هيفرق كتير جدا، وهيوفر لك كتير جدا في الايه؟ في الطاقه على مستوى البلد واستهلاكات الايه؟ الوقود، وطبعا الفوسل فيولز والكلام ده. طيب يبقى هنا المساله دي بيقول لي consider a pump used to deliver 10 meters cube per hour. يبقى ده الدليفري بتاع الديسشارج بتاع الايه؟ بتاع البامب. وفي الفلويد ميكانكس بيسموه كيو. احنا طبعا في الهيت في الثيرمودينامكس الكيو ليه علاقه بالايه؟ بالهيت، مش بالديسشارج. anyway ده الديسشارج برضو بالفوليوم فلوريد تمام اوف ووتر تو ستورج تانك ات 15 meters high. يبقى هو بيديني ده على هيد 15 meters. if there is no heat loss، يبقى هنا ما فيش هيت لوس منين؟ من الماتور. اوكي. وهنا قال لي كمان الهيت لوس من البامب مش موجود. calculate the power required to drive the pump. عايزين الباور اللي هي driving the pump. اول خطوه قلنا هنعمل ايه؟ نختار مين؟ السيستم. السيستم اختاره هو مين بقى؟ الماتور مع البامب ولا البامب لوحدها؟ البامب لوحدها. ليه البامب لوحدها؟ عشان لو دخلت الماتور انا عايز الباور required to drive the pump. الباور required to drive the... لو دخلت الماتور يبقى دي الباور required to drive the motor مش البامب، اللي هي الكهرباء اللي تدخل عليه على الماتور. تمام. طيب حاجه تاني، فين الان وفين الاوت؟ ده الان وده الاوت، ده الان وده الاوت. تمام. طيب هختار السيستم بتاعي just at the exit of the pump. ماشي. واحد قال نختار عند الاكزت بتاعت البامب. هل انت عارف البروبرتيز at the exit of the pump؟ هل انت عارف البريشر هنا كام؟ مش جيفن. يبقى ما ينفعش اخد النقطه دي، اخد النقطه اللي هي عند اقصى ارتفاع اللي الميه بتطلع فيها at atmospheric pressure، لان انا بخزن في تانك. يبقى هنا at Z2 البريشر كام؟ atmospheric. وعند هنا بنفترض ان هو بيسحب من اوبن تانك او من بريشر واطي قوي، فبرضه هنا بعتبره ده ايه؟ اتموسفيريك. يبقى هنا وهنا ليهم نفس الايه؟ الكونديشنز بتاعت البريشر، وبنفترض برضه التمبتشر على اساس المايه بتسخنش قوي بالبامب، فيبقى هنا الكونديشنز هنا هي نفسها الكونديشنز هنا كبريشر وتمبتشر مع بعض. يبقى نبتدي نشوف نطبق. لو انا محتاج كونزرفيشن اوف ماس نعمله، محتاج كونزرفيشن اوف انرجي نعمله. نمشي بقى ايه؟ واحده واحده. ده الكلام دوت الكلام اللي احنا شرحناه. تمام. يبقى ده السيستم بتاعي. خلاص. يبقى ده السيستم بتاعي. على الباوندري بتاعت السيستم في ايه بقى يا شباب؟ ايه اللي موجود عندي؟ ماس ان تمام، وماس ايه اوت. في ايه تاني؟ في ورك. هل في كيو؟ هو قال لي ان مفيش كيو. ممكن مساله تانيه يقول ان في كيو،
ممكن يقول لي مثلا الكيوب كذا او الكيو مثلا 5% of the work او 5% of the power، يبقى لازم احطها في الايه؟ في المعادلة. يبقى هنا في work في in وفي out، ونبتدي بقى نطبق الايه؟ الـ first law of thermodynamics. طبعا continuity equation sum of mass in equals sum of mass out اللي هي m dot in بتساوي m dot out. هو كان مديني الفلو ريت كفوليوم فلو ريت، احوله لايه؟ لماس فلو ريت. الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. طيب السيستم ده هل ينفع اطبق عليه ستيدي ستيت ستيدي فلو بروسيس؟ اه ليه؟ لان الكونديشنز هنا ثابته ما بتغيرش مع التايم. الكونديشنز هنا ثابته ما بتغيرش مع التايم. الكونديشنز جوه ثابته ما بتغيرش مع التايم. الباور ريت اوف باور از كونستنت. يبقى اطبق عليه الفيرست لو في صورة steady 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 flow process اللي هي دي. وقلنا N بتساوي out، يبقى هنا mass flow rate خدتها common factor. تمام؟ يتفضل enthalpy kinetic potential، enthalpy kinetic ايه؟ potential. طيب يبقى هنا cube zero دي الباور اللي انا بدور عليها. انا عارف هتبقى on the system ولا by the system؟ on the system. المفروض يبقى positive ولا negative؟ هل احط negative هنا؟ لا. زي ما اتفقنا. As long as calculating اي term بسيبه زي ما هو، واللي هيطلع ابقى انا عرفت ان هو ايه؟ done on ولا done by من الاشاره بتاعته. يبقى هنا الباور. الماس فلو ريت نقدر نحسبها من الفوليوم فلو ريت. طب الانثالبي وكينيتيك وبوتنشال ايه اللي موجود عندي وايه اللي مش موجود؟ نعم؟ الانثالبي والايه؟ والبوتنشال. تمام؟ عند الخروج وعند الدخول. يبقى انا هنا عندي الخروج والدخول، عارف فيهم الايه؟ انثالبي والايه؟ والبوتنشال انرجي. طيب نيجي نسال نفسنا الانثالبي هنا ايه علاقتها بالانثالبي هنا؟ عند الدخول وعند الخروج هل في فرق بينهم؟ لان البريشر والتمبتشر ذا سيم. تمام؟ يبقى انا بقول ان الدخول والخروج ليهم تقريبا نفس الايه؟ الانثالبي، الا اذا هو اداني معلومه ان التمبرتشر اختلفت او الانثالبي اختلف، يبقى بالتالي لازم احطها في الايه؟ في المعادله. يبقى هيفضل عندي بس مين؟ الترم بتاع البوتنشال انرجي في المعادله، واطلع منه الايه؟ الباور. اتفضل. برافو عليك. بتغير بريشر فين؟ طالما طلع فوق عمال يفقد بريشر، صح؟ لغايه لما يوصل للتانك اللي هو اوبن للاتموسفير، فالبريشر بتاعه هو نفس البريشر ده. عشان كده قلت لو انا خدت السيستم هنا هتبقى فيه مشكله ان انا ما اعرفش الكونديشنز عند الاكزيت. تمام؟ يبقى نو هيت ترانسفير، وبعدين برضو عندي هنا نو كاينيتيك انرجي، والمعادله كده، والماس فلو ريت حسبناه، الانثالبي بتساوي يو بلس بي في، وقلنا هنا برضه يو بلس بي في، الانترنال انرجي ما بتغيرش، والسبيسيفيك فوليوم برضه ما بتغيرش. بمعنى اخر الانثالبي 1 ايكوالز ايه؟ انثالبي 2. ده بس شرح للايه؟ للكلام اللي احنا دردشنا فيه دلوقتي. تمام؟ يبقى هنا الباور باخد الماس فلو ريت تايمز اللي هو ايه؟ الجي دلتا زد زد 2 15 زد 1 بزيرو. يبقى من هنا طلعت الباور دون اون ذا سيستم، عشان كده طلع بالايه؟ نيجاتيف. طبعا شوفوا بقى اليونتس، كيلو جرام متر بير سكند سكوير. تمام؟ ده اللي هو مين؟ نيوتن. نيوتن متر اللي هو مين؟ جول. جول سكند بير سكند اللي هو ايه؟ اللي هو وات. يبقى هنا القيمه دي طلعت تقريبا 400 واط. تمام؟ الباور required to derive الايه؟ البامب اللي هي تقريبا قريبه من ان هي مثلا نص حصان ولا حاجه. سوري. طيب نيجي بقى ابلكيشن تاني اللي هو الكمبريسور. عارفين الكمبريسور بتعمل ايه؟ بتزود البريشر بتاع اي جاز، مش هوا بس. اي جاز بتضغطه، فده بسميه كومبريسور. في بعض الترمينولوجي في اماكن مختلفه ساعات يقول لك ايه؟ لما باجي انفخ العجله، الجهاز اللي بنفخ بيه العجله بسميه ايه ساعات؟ لا ما بسموش كومبريسور، بسميه بامب.
ده لغه دارجه لكن مش هي اللغه الصح. بامب لليكويد، كومبريسور لمين؟ لجاز. يبقى اي غاز بضغطه احتاج له كومبريسور، اي ليكويد بضغطه بسميها ايه؟ بامب. يبقى البامب دايما للايه؟ للليكويد، والكمبريسور للايه؟ للغاز. الكمبريسورز انواع، وانواعها زي ما هنشرحها. تمام، في نوعين، نوع بسميه ريسيبروكيتنج كومبريسور، يعني بيستون سلندر ارينجمنت. ده بيحصل ايه؟ ان هو مثلا بيجي يسحب من هنا، وفي ديافرام قافل المدخل ده، اول لما بنزل لتحت الضغط بيقل جوه، فبيبتدي يفتح الديافرام بالطبيعي، يعني زي السوسته كده، فبيسحب. لما باجي اطلع لفوق ده طبيعي ايه؟ هيقفل، والتاني ايه؟ يفتح. طول ما هو عمال طالع نازل عمال يسحب ويضغط، يسحب وايه؟ ويضغط. وبيكون في تانك بخزن فيه الايه؟ لتشارج الغاز اللي انا بايه؟ بضغطه. في نوع تاني روتري تايب كومبريسور، عباره عن ريشه او ريش كده بتلف وبتضغط الغاز، تدخل من ناحيه مثلا، تدخل من هنا وبعدين تخرج من ايه؟ من المخرج ده. ده اسمه روتري تايب وده ريسيبروكيتنج تايب. ده النوعين من الكومبريسورز. برضو الكومبريسور محتاجه حاجه ايه؟ تشغله، موتور كهرباء، موتور ديزل، اي حاجه. انت ساعات مثلا بتشوف الناس اللي شغالين في الشارع بيعملوا ديجنج، بيكسروا ليه الارضيات، ويكون معاهم كده عباره عن حاجه كبيره كده لونها اصفر، ده جواها ايه؟ كومبريسور. الكومبريسور ده شغال بايه؟ بموتور، موتور ديزل هو اللي بيدور ليه الكومبريسور. يبقى اذا الكومبريسور زي البامب محتاج حاجه ايه؟ تشغله، محتاج حاجه تدوره من الخارج، يا اما يكون النوع ده، يا اما يكون الايه؟ النوع اللي قدامنا ده. الرمز بتاعه سواء ده ولا ده بديله الرمز ده. يبقى اذا الرمز بتاع الكمبريسور لارج اريا تو سمول اريا، انلت على لارج، اكزيت على سمول. ده طبعا كونسبت، لان انا الغاز افتر كومبريشن بيحصل له ايه؟ الفوليوم بتاعه بيقل، فعشان كده ادينا له الرمز ده. ده الكمبريسور. يبقى الكمبريسور محتاج حاجه تشغله، يبقى في ورك من بره بيشغل ليه الكمبريسور. طبعا كل الكمبريسورز بتوصلها ايه؟ هيتنج. ليه؟ لان انا لما بضغط الهواء او اضغط الغاز البريشر بتاعه بيزيد، والتمبتشر برضه بتاعته بايه؟ بتزيد. فجسم الكمبريسور دايما بيكون درجه حرارته عاليه. يبقى معنى كده ان معظم الكمبريسورز لازم يكون فيها هيت لوس. يبقى دايما الكمبريسور بيبقى هيت وورك وباور، الاثنين موجودين مع بعض في نفس الايه؟ السيستم. البامبس عشان ليكويد، فالليكويد طبعا درجه حرارته ما بتتغيرش زي الايه؟ زي الغاز بنفس الايه؟ الشكل. فعشان كده ممكن نجلكت الهيت ده، اتس اوكي. لكن بالنسبه للكمبريسور في معظم الاحيان ما ينفعش ان انا اعمل نجلكشن للايه؟ للهيت من الكمبريسور. طيب نشوف بقى المثال. ان جنرال ذا كومبريشن بروسيس، ادي هنا لما باجي اضغط من واحد لاثنين، فالكمبريشن بيرفع البريشر وبيقلل الايه؟ الفوليوم. وموست لايكلي الايكويشن اللي ديسكرايبنج كومبريشن بروسيس هي بي في تو ذا باور ان ايكوال كونستنت. الان ده اتس ا فاريبل، وممكن ياخد قيم على حسب البروسيس نفسها، هيت زياده او هيت اقل، في فريكشن او مفيش فريكشن، او ان سو اون اند سو فورث. فدي الايه؟ الايكويشن اللي بديسكرايب الكلام ده. عشان ده اوبن سيستم، يبقى الاريا على الاكسس ده ريبريزنتنج الورك. لو كان كلوز سيستم تمام، يبقى الاريا فين؟ كده اهو ريبريزنتنج الورك. يبقى ده اوبن سيستم وده كلوز سيستم. انا عارف السؤال بتاعك، اجله بس هنتكلم عليه بعدين. هو ليه علاقه بكنترول ماس. لو انا بعمل كنترول ماس فالفوليوم تشينج بيبقى هو الاساس، لكن لو ما يكون كنترول فوليوم فالبريشر تشينج هو الاساس. عشان كده باخد انتجريشن في الدايركشن ده وانتجريشن في الدايركشن ده. اوكي طيب
The work is calculated من الانتجرال minus VDB تمام؟ يبقى أنا لازم يكون عندي في علاقة ما بين البريشر والفوليوم to do this integration. وهو بيقول لي BV to the power N equal A constant. يبقى عايز أشيل الV وأحطها بدلالة الإيه؟ البريشر. يبقى أنا لو بصيت للمعادلة دي يبقى هنا أقدر أقول إيه؟ آخد الروت N بتاع المعادلة يبقى B to the power 1 over N V equal constant. تمام؟ يبقى هنا الV بتساوي constant على B to the power 1 minus 1 over N. أو constant times B to the power minus 1 over N. وأخدها أحطها هنا في المعادلة دي وأبتدي أعمل عملية الانتجريشن. تمام؟ يبقى هنا طبعا الناس اللي شاطرين في الماثيماتكس باخد الكونستانت بره وده بزود 1 وديفايد باي ذا نيو اكسبوننت يبقى هنا 1 minus 1 over n وهنا 1 minus 1 over n b2 minus a b1 divided by 1 minus 1 over n هنوصل هنا للمعادله ان انا عندي الكونستانت اعتقد كنا عملنا حاجه مشابهه بيها قبل كده يا اما بيساوي v2 b2 to the power 1 over n او v1 v1 هنا to the power 1 over n. خدت الكونستنت ضربته في هنا اخد ده. نفس الكونستنت ضربته في ده اخد ده. ليه بعمل كده؟ عشان اطير ال1 over n دي من الايه؟ من المعادله. تاني؟ طيب يبقى هنا ادي الورك باخد الكلام ده يبقى ده هيروح مع ده. وده هيروح مع ده يتفضل عندي B2V2 minus B1V1 لو انت سيادتك فاكر اللي احنا عملناه قبل كده في closed system ان انا عندي integral BDV كنا وصلنا المعادلة بشبه كده بس ما فيش الN هنا الN دي مش موجود فده اللي بيفرق ما بين open system والايه closed system في الانتجرال BDV او minus integral VDB لنفس الـ equation dv to the power n equal constant. اوكي؟ يبقى ده الورك ما بين 1 و 2. طب نبص بقى ايه اللي موجود عندي في المسألة. أنا موجود عندي الـ conditions عند 1 و conditions عند 2. عندي الـ pressure والـ temperature عند 1 والـ pressure والـ temperature عند ايه؟ عند 2. هنا ممكن بقى طالما عندي بريشر وتمبرتشر ما عنديش فوليوم يبقى اشيل البي والفي بدلاله مين؟ ام ار تي ان هنا بي 2 في 2 ايكوالز ام ار تي 2 بي 1 في 1 ايكوالز ام ار تي 1 واحطهم هنا يبقى هوصل هنا المعادله ان ان ام ار 1 ماينس ان تي 2 ماينس تي 1 يبقى ده الورك ما بين 1 وايه؟ ما بين 1 و 2 الورك ما بين 1 و 2 المفروض يطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف ليه؟ عشان دون ايه؟ اون ذا سيستم. طيب هنا الورك ده طبعا المفروض ان انا هنا لو حطيت ماس يبقى بالكيلو جول لو حطيت ماس وريت يبقى بالكيلو وات. طيب عايزين نكتب المعادله دي بالنسبه للكونزرفيشن اوف انرجي بقى. نبدا بالمعادله بتاعت الستيدي ستيت ستيدي فلو. هوضحها هنا بس انما نكتبها مع بعض يكون احسن. احنا قلنا كي دوت ماينس دبليو دوت ايكوالز ام دوت تايمز اتش2 ماينس اتش1 بلس هاف في2 سكوير ماينس في1 سكوير بلس جي زد2 ماينس زد1 تمام؟ بالنسبه للكمبرسور هل في بوتنشال انرجي؟ هل في كينيتيك انرجي؟ تمام؟ في طبعا كيو وفي مين؟ ورك. فالورك قلنا هنحطه بالقيمه دي تمام؟ ولو انا عايز اجيب الكيو وعارف الكونديشنز وعارف دي كمان يبقى هنا ام دوت دلتا اتش الفلويد اللي عندي هنا ايه؟ جاز. هل ممكن اتكلم على دلتا اتش من الستيم تيبل؟ يبقى دلتا اتش بتساوي ايه؟ ها؟ دلتا اتش فور ايديال جاز بتساوي ايه؟ سي بي تي 2 ماينس تي 1
يبقى اخد دي احطها هنا وانا عارف الماس ريت وعارف الباور اقدر اطلع الايه الكيو او العكس لو في حاجه عندي ايه مش موجود. نعم كويس. ازاي ما عنديش كاينيتيك انرجي؟ حد يقول لي ازاي ما عنديش كاينيتيك انرجي في المساله دي؟ اولا الكاينيتيك انرجي ما بين مين ومين؟ دخول وخروج. تمام؟ هل احنا نتوقع ان في تشينج ما بين فيلوسيتي عند الدخول وعند الخروج؟ ها؟ تمام. هقول حاجه بسيطه. الماس فلو ريت اتفقنا انها بتساوي رو تايمز فيلوسيتي تايمز اريا، صح؟ الدنسيتي هتتغير ولا مش هتتغير؟ طيب نرجع مع بعض. دنسيتي ايكوالز بي اوفر ار تي، صح؟ الكمبريسور وظيفته ايه؟ بيضغط، يعني البريشر بيحصل له ايه؟ بيزيد. يبقى الدنسيتي ايه؟ بتتغير. يبقى هنا الدنسيتي دي ايه؟ هتتغير. لو انا افترضت فرضا ان البايب بتاعت الدخول بتساوي البايب بتاعت الخروج يبقى الاريا ثابته. وطبعا انا عندي الماس ريت ايه؟ ثابت. يبقى الفلوستي ممكن ايه؟ تتغير. لان الدنسيتي مالها؟ متغيره، ده ثابت وده ثابت، يبقى لازم الفلوستي ايه؟ تتغير. صح كده؟ طيب نيجي نقول قد ايه الكاينيتيك انرجي بالنسبه للتوتال باور، ودي اللي هنحسبها مع بعض كمان شويه. وهل يجوز ليا، ما ده بقى شغل الايه؟ الانجينيرنج، لما نيجي نقول لك ايه؟ الناس بتوع هندسه ده كل حياتهم اسامبشنز. يعني انت بعد ما توصل لسنه رابعه هتبص لنفسك داخل على الامتحان اسامبشن اسامبشن اسامبشن، يعني عمليه الاسامبشنز دي كتيره جدا. طب حد يقول ده لوجيك؟ اه طبعا لوجيك. لما يكون عندك انجينيرنج سنس بالحاجات انت بتعمل نيجليكشن مثلا لحاجه ممكن يكون الكونتريبيوشن بتاعها للباور 0.01%. طب ليه تضيع وقتك في ان انت تحسب حاجه الكونتريبيوشن بتاعها 1 من 100%؟ بلاها. وده اللي بيحصل في الايه؟ في الكاينيتيك انرجي بالنسبه للكمبريسور. في كاينيتيك انرجي قيمته قد ايه بالنسبه للباور؟ قيمته قليله جدا بالنسبه للباور. وبالتالي في معظم المسائل لما تيجي تتكلم على كومبريسور if you neglect الكاينيتيك انرجي اوكي مفيش فيها مشكله، بس موجود او موجود طبقا لهذا الكلام. اوكي طيب نكمل مع بعض. يبقى ده الباور ما بين 1 و2 تمام، وده السبيسيفيك ورك. يبقى هنا ما بنيجي نتكلم على الفاينل تمبرتشر نحسبها ازاي؟ هل نقدر نحسب تي 2 ولا ما نقدرش؟ لو انا عندي المعادله بالشكل ده بي في تو ذا باور ان ايكوال كونست وعارف بي 2 وعارف بي 1 اقدر احسب تي 2؟ اه نقدر نحسبها زي ما هنشوف دلوقتي بالدريفيشن ده. انا عندي المعادله بي في تو ذا باور ان ايكوال كونست وعندي المعادله بي في بتساوي ام ار تي، صح؟ اخد من هنا اعوض هنا عشان اجيب علاقه ما بين البريشر والتمبرتشر. يبقى هنا البي بتساوي كونستنت في تي على في، اخده احطه هنا تمام، تي على في تمام تايمز في تو ذا باور ان ايكوال كونستنت. يبقى هنا لقيت العلاقه ما بين التمبرتشر فوليوم بالشكل ده. طب هل عندي الفوليوم؟ لا انا عندي البريشر وعايز التمبرتشر. هشوف علاقه ثانيه ما بين البريشر والايه؟ والتمبرتشر. الفي بتساوي كونستنت تايمز تي اوفر بي، يبقى هنا بي تايمز تي اوفر بي تو ذا باور ان ايكوال كونستنت. يبقى هنا اقدر اوصل برضو لمعادله ثانيه تي على بي تو ذا باور ان ماينس 1 اوفر ان ايكوال كونستنت. معنى كده ايه؟ تي 2 على بي 2 تو ذا باور ان ماينس 1 اوفر ان ايكوالز تي 1 على بي 1 تو ذا باور ان ماينس 1 اوفر ان. يبقى لو انا عارف تي 1 وبي 1 وبي 2 اقدر اعرف مين؟ تي 2. دول ثلاث معادلات، معادلة علاقة ما بين البي والفي، معادلة علاقة ما بين التي والفي، معادلة علاقة ما بين التي والبي. مهمين قوي المعادلات دي تكون عارفهم لأن هنستخدمهم كتير جدا وهتستخدمهم طبعا كتير جدا بعد كده في الكورسات التانية اللي هي بسميها بوليتروبيك ايكويشنز أو ايزنتروبيك ايكويشن زي ما هنتكلم بعد كده. يبقى تي 2 ايكوال تي 1 تايمز بي 2 اوفر بي 1 تو ذا باور ان ماينس 1 اوفر ان.
يبقى من هنا انا عارف الايه التي 1 عارف البريشر بي 2 عارف البريشر بي 1 وعارف الان 1.3 بطلعت الايه التي 2 ومنها طلع الايه الورك اللي هو ان ار على 1 ماينس ان تي 2 ماينس تي 1 يبقى طلعنا من هنا الايه السبيسيفيك ورك بالجول بير كيلوغرام تمام او كيلو جول بير كيلوغرام يبقى الباور بضرب الكلام ده في الماس فلو ريت يبقى ام دوت كانت 0.03 كيلوغرامز بير سكند تضربها في الورك سبيسيفيك يديني اللي هو كيلو وات يبقى انا الكمبريسور ده محتاج 7.8 كيلو ايه كيلو وات واضحه حط بقى الفيرست لو ثيرموداينامكس الباور حسبناه تمام وعندي دلتا اتش بتساوي سي بي دلتا تي وهنا الكينيتيك وهنا البوتنشال وهنا اطلع من هنا الايه الكيو اللي انا محتاجها في المعادله نو بوتنشال انرجي وزي ما قلنا الام دوت بتساوي رو في رو 1 في 1 اي 1 رو 2 في 2 اي 2 والدنسيتي بتساوي بي اوفر ار تي تمام دنسيتي 1 ودنسيتي 2 والفلوستي 1 اقدر اجيبها تمام والفلوستي 2 اقدر اجيبها اوكي يبقى التشينج في الكينيتيك انرجي فاكرين الرقم اللي فات ولا مش فاكرينه ها يعني هنا الكينيتيك انرجي 0.01 نرجع للورك ده طبعا كيلو جول بير كيلو جرام نفتكر الورك كان بكام عشان بس نعرف الفرق بين الاثنين كام اهو شايفين فرق قد ايه 0.01 ل 260 ليها قيمه عشان كده لما اجي اقول في كاينيتيك انرجي اه في كاينيتيك انرجي كان وي نيجلكت يس يو كان مفيش مشكله ابدا نيجلكت الكاينيتيك انرجي في الكمبريسور هتبقى في السيف سايد لان انت هتبص لها بدل 259.89 تبقى 259.88 صح؟ This is small relative to the work اللي احنا كنا حاسبينه قبل كده and can be neglected as mentioned above. يبقى من هنا اقدر اطلع بعد كده الايه؟ الكيو تمام؟ والكيو طلعت بالايه؟ بالماينس معناها ايه؟ هيت لوس من الكمبريسور طب لو طلعت بوزيتيف ها؟ لو طلعت بوزيتيف تبقى صح؟ تبقى غلط يبقى انا في حاجه عملناها غلط عوضنا غلط او في مشكله فبالتالي لازم ايه؟ ارجع تاني اشوف القصه دي شكلها ايه وابتدي نتعامل معاها خد بالك هنا انا عوضت الباور بكام؟ بالنيجاتيف لما حسبتها كانت طلع لي رقم بوزيتيف لان اريا اندر ذا كيرف تمام؟ لكن لما باجي اعوضها هنا لازم اعوضها بالاشاره بتاعتي يبقى دي وات بالماينس لانها دان اون ذا كومبريسور نعم اه لازم تطلع نيجاتيف لان جسم الكومبريسور درجة حرارته عالية فطبيعي يفقد حرارة مش يكتسب حرارة طيب لو انا بتكلم على الكمبريسور لو حضراتكم شفتوا الناس اللي هم بينفخوا العجل بتلاحظ دايما الكمبريسور بتاعه عبارة عن حاجة صغيرة كده فوق وتحتيه ايه تانك ازرق كبير التانك ده هو الخزان بتاع الهواء اللي بيضغطه تمام طيب لو انا جيت قلت ان الكمبريسور بيرفع درجه الحراره صح ولو انا بتكلم على تخزين هواء في تانك هل الافضل ليا ان انا اخزن الهواء عند دينستي عاليه ولا دينستي قليله دينستي عاليه انا برفع البريشر اه بس في نفس الوقت برفع التمبتشر طيب لو انا بردت الهواء قبل ما اخزنه
يبقى انا مش زودت الدنسيتي. وده اللي بيحصل، ان دايما لو بصيت كده على الكمبريسور هتلاقي فيه ماسوره ملتويه كده عليها استراكشر كده بسميه فينز زعانف. هتاخدوا الكلام ده في الهيت ترانسفير ان شاء الله. اننا الفينز دي بتساعد على الكولينج بتاع الهواء وهو خارج من الكمبريسور داخل على التانك. يبقى بالتالي بدل ما يتخزن عن درجه حراره عاليه يتخزن عن درجه حراره اقل بدنسيتي اكتر، يبقى يتخزن كميه اكبر. وده اللي انا دايما بيحتاج، كل طبعا ما بردت اكتر كل ما كان افضل. المساله دي تمام زي الكلام بتاع المساله اللي فاتت بالظبط، لكن اضفنا عليه ان في كولر بعد الكمبريسور. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ The air compressor is used to deliver 9 bar ودرجة حرارة 254 degrees Celsius. The air enter the compressor under conditions D. وبعدين هنا the air at the exit from the compressor is cooled to 25. يعني هنا دي كانت 254، دي بقت 25. تمام؟ عايزين نحسب الـ heat rejected from the compressor، الـ cube من الـ compressor. ده زي المسألة اللي فاتت بالظبط، مفيش فيها فرق. بعد كده بيقول لي الـ heat rejected during the cooling process هنا. طيب يبقى المسألة دي فيها كم سيستم؟ فيها اثنين. الكمبريسور استخدمه سيستم والكولر استخدمه سيستم. يبقى الكمبريسور ليه الـ in والـ out والكولر ليه الـ in والايه؟ والـ out. طب واحد يقول لي طب انا لو خدت الكمبريسور كسيستم، دي نمرة واحد، وبعدين خدت الكمبريسور والكولر كسيستم في المره التانيه ينفع؟ اه ينفع برضه، صح؟ لو انا خدت السيستم بتاعي ده كله بعد ما حليت ده وجبت دي، يبقى في المره التانيه هنا ده داخل ده خارج ده خارج، يبقى في عندي اتنين كيو خارجين وفي باور داخله وفي عندي الان هي ستيت 1 والاكزيت هي ستيت 3 مش 2. ده برضو وارد وهتطلع الاجابه صح. تمام؟ يبقى اما اخد ده لوحده وبعدين ده لوحده، يا اما اخد ده لوحده وبعدين ده كله سيستم تاني، الاثنين ممكن يدوني نفس النتيجه، مفيش فيها مشكله خالص. هنا الكونديشنز بتاعت 1 و2 و3 بريشر تمبرتشر، وعندي الماس فلو ريت من الفوليوم فلو ريت، حسبت الماس فلو ريت، ودي الكونديشنز ما بين 1 و2 و3. يبقى هنا الكمبريسور زي ما عملناها ستيدي 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 فلو، طبقنا المعادله دي، نيجلكت الكاينتيك انرجي بقى خلاص، مش هنرجع تاني نقعد نعيد ونزيد في الكاينتيك انرجي طالما فهمنا انها قيمتها صغيره. اوكي؟ والبوتنشال انرجي، وحسبنا الباور وطلعنا من هنا الايه؟ الكيو دوت. تمام؟ يبقى الكيو دوت برضه طلعت نيجاتيف which is correct لانها heat rejected من الكمبريسور. هبتدي بقى اطبق السيستم على الكولر steady 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 flow process. يبقى بين 3 و 2، هل في عندي كينيتيك انرجي؟ هل في عندي بوتنشال؟ هل في عندي ورك؟ ما بين 2 و 3 مفيش. يبقى هيتفضل عندي Q ويتفضل عندي change of the enthalpy. يبقى هنا neglect kinetic potential will work equals zero. يبقى دي الايكويشن، يبقى هنا ده Q rejected equals m dot cb delta t. و this is a Q من السيستم ده. لو خدت بالك هنا الكيو كبيرة جدا لأن أنا مسخن لدرجة حرارة 254. فبمرة التاني من 254 لغاية درجة حرارة الجو. عشان كده كمية الهيت ريجكتد كمية كبيرة من الكولر ده نفسه. في بعد كده قبل ما ننهي على اللي بعد دي، الكمبريسور والبامب الاثنين دول بيستهلكوا باور، صح؟ الاثنين دول ايه؟ باور كونسيومينج سيستمز، بيستهلكوا باور. لو قارنتهم مثلا بموتور العربيه، موتور العربيه ده ايه؟ بيدي باور، يبقى ده باور برودوسنج ايه؟ سيستم. لو قارنتهم بالباور ستيشن،
محطة الطاقة. محطة الطاقة بتعمل ايه؟ تمام. نفس الكلام جوه محطة الطاقة في حاجة اسمها تربينة. ستيم تيرباين، لانها شغالة بالستيم. وفي نوع تاني من التيرباينز اسمها جاز تيرباين، بتشتغل بالغاز. تمام؟ فلو كان ستيم او غاز الاثنين جاز، صح؟ الستيم يعتبر جاز. ممكن يكون في الايديال جاز كومبليتلي، او ممكن يكون جزء ايديال وجزء مش ايه مش ايديال، بس في الحالتين هو غاز. ايه الفانكشن بتاعت اي ستيم تيرباين؟ ان بيدخل لها فلويد، هو الستيم، عند انرجي عالي قوي، وبسحب منه الانرجي على شافت، ادخله على جنريتور يولد لي كهرباء، ويخرج لي الستيم عند انرجي ايه؟ اقل. يبقى انا باخد الستيم من حته اسمها بويلر، البويلر دي بتاخد ميه تدي لها انرجي تحولها لستيم، يبقى انا خزنت الانرجي دي اللي هي عباره عن انرجي بحرقها، الفيول اللي بحرقه جوه الستيم، وبعد كده الستيم بدخله على التوربينه as a mechanical system extracting الانرجي منين؟ من الستيم. يبقى انا بسحب الانرجي منين؟ من الستيم، وبحولها الباور، والباور ده بوصله بجنريتور عشان يديني ايه؟ كهرباء ولا وات ايفر بقى ابلكيشن انا اكون محتاجاه. طبعا لو بنتكلم على التوربينات دي بتستخدم برضو في الجيت انجن. الجيت انجن بيبقى عباره عن كومبريسور وفيول بيتحرق مع الهواء اللي انا بضغطه، وبعد كده الغازات دي بتدخل على التوربينه بنفس الشكل بتاع الستيم، تبتدي ايه تلف تديني الباور اللي هو يدور الحاجات اللي موجوده في الطياره، زي مثلا جنريتورز كهرباء ولا كولينج سيستم ولا اي حاجه. وبعد كده الانرجي اللي بتخرج من الغازات بتخرج لسه عند هاي ليفل اوف انرجي عشان تدخل على نوزل بسرعه عاليه تزق الطياره لقدام. بس الفانكشن بتاع التوربينه هي نفس الفانكشن، انها بتاخد جاز ات هاي ليفل اوف انرجي، تسحب منه انرجي وتديني ايه الباور اللي انا عايزها، وبعد كده ايه تخرج الغازات من التوربينه ديت ات لو ليفل اوف ايه اوف انرجي. ده ان شاء الله هيكون بدايتنا المحاضره اللي جايه.